الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال كلامنا في حديث الامامه وهو الحديث الذي رواه ثقة الاسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي عن الامام الرضا عليه الصلاه والسلام مقطع اخر من مقاطع هذا الحديث الشريف يذكر فيه الامام الرضا عليه الصلاه والسلام اختصاص آل محمد عليه وعليهم الصلاه والسلام بالامامه فالله سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم لذلك فلا امام غيرهم. يقول الامام الرضا عليه الصلاه والسلام: فكيف لهم باختيار الامام؟ والامام عالم لا يجهل وراع لا ينكل معدن القدس والطهاره. والنسك والزهادة والعلم والعبادة مخصوص بدعوة الرسول ونسل المطهرة البتول لا مغمز فيه في نسب ولا يدانيه ذو حسب إلى آخر الكلام الشريف. الإمام الذي يتبوأ منصب الإمامة يجب أن يكون قابلاً لها، فالله سبحانه وتعالى حكيم ولا يضع الأشياء إلا في مواضعها، وإذا أراد شيئاً هيأ أسبابه، فالإمامة وهي منصب رفيع يجتمع فيها ما يريده الله سبحانه وتعالى لدنيا الناس واخرتهم يحتاج الى اصطفاء الانسان الذي يتبوأ هذا المنصب، والله سبحانه وتعالى يصطفيه بمعنى انه يخلقه حال كونه واجدا لهذه الصفات فيجعله اماما والذي الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وجعل لهم القابلية واختارهم للإمامة هم آل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام، لأن هذه الصفات التي تذكر لا يشاركهم فيها أحد. الإمام عالم لا يجهل. لان التفضيل هو بالعلم والتقوى حينما اراد الله سبحانه وتعالى بيان فضيله ادم على الملائكه كيف بينه لهم عن طريق العلم وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. انت علمت ادم اكثر مما علمتنا. فلذلك تبين فضل ادم على الملائكه ثم امرهم الله سبحانه وتعالى ليسجدوا له. وفي ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الامام يليق لهذا المنصب وهذا المنصب وهو منصب الامام يليق به لانه عالم لو واحد جاهل لا يليق بهذا المنصب واذا هناك في زمان واحد يوجد عالم وجاهل ليس من الحكمه ترجيح هذا الجاهل على العالم تفضيل المفضول على الفاضل هذا خلاف الحكمه والله سبحانه وتعالى حكيم فذاك الذي جاء ويقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل هذا لازمه انكار حكمه الله سبحانه وتعالى الله لا يقدم المفضول على الفاضل ولان العلم هو احد الامرين اللذين بهما التفضيل العلم والتقوى فلذلك الله سبحانه وتعالى يعلم انبياءه ما لم يعلمه لغيرهم ويعلم الائمه ما لم يعلمه لغيرهم ولذلك لا يوجد في تاريخ امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام وكذلك سائر الائمه انهم سئلوا عن شيء فأجابوا بلا نعلم ما موجود هذا الشيء أو سئلوا عن شيء فأجابوا خطأ هذا الشيء لا يوجد كلما سئلوا أجابوا بالجواب الصحيح وحتى الرسول صلى الله عليه واله باعتراف العامة في صحاحهم قال أقضاكم علي يعني أحسنكم معرفة بالقضاء ومن المعلوم أن القضاء يتوقف على العلم لازم يعرف المسائل الشرعيه حتى يقضي وقضائه يكون صحيح، وإذا اذا ما يعرف المسائل ويقضي خلاف الحق هذا لا يكون اقضاهم، فحينما كان اقضاهم معناه انه اعلمهم، واذا كان اعلمهم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والامام عالم لا يجهل، ماكو مجال لجهله. فد واحد سفيه طلع يقول مثلا انه اني ابني يعرف الكمبيوتر والأنبياء والأئمة ما كانوا يعرفون الكمبيوتر لأنه ما كان في زمانهم ذلك فابني أعلم منهم في هذه الجهة زين نقول إن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء قبل أن يخلق الخلق يعلم كل شيء جميع العلوم الله سبحانه وتعالى عالم بها وجميع ما سيحدث عالم به فهل من المحال أن الله سبحانه وتعالى يعلم رسوله محمد صلى الله عليه وآله ويعلم عن طريق الرسول الأئمة عليهم الصلاة والسلام بجميع العلوم يعني جميع التطورات التي تصلها العلوم البشرية الله يعلمها فيعلم الرسول تلك العلوم ويعلم الأئمة عن طريق الرسول فيه استحاله عقليه، كلا ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهذا الامر ممكن. وقد دلت الادله ان الله سبحانه وتعالى علم رسوله كل شيء، حتى لا يطلع واحد مثل هذا السفيه ويقول انا ابني اعلم من الرسول في هذه المساله، وافضل منه في هذه المساله، وكذلك من بعد الرسول الائمه. والإمام عالم لا يجهل ماكو مجال للجهل فيه زين هذا في الجانب العلمي زين في الجانب الإداري أيضا لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء للإمامة أيضا علمهم الإدارة إدارة العباد والبلاد لذا الإمام يقول وراع لا ينكل النكول بمعنى الامتناع عدم المعرفه الامام عليه الصلاه والسلام راع لا ينكل يعني يدير امور العباد والبلاد بدون انه يصيبه ضعف في الراي او جبن لا يدير باحسن اداره وإذا تشوفون أنه بعض الأحيان صارت مش مشكلات في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وفي زمان أمير المؤمنين بسبب أن الناس لم يكونوا يطيعون يعني مثلا في غزوة أحد في هذه الغزوة تخطيط الرسول صلى الله عليه وآله تخطيطه الحرب كان تخطيطا سليما مئة في المئة. يعني اختار موقع من طرف جبل حتى لا يكون منفذ للمشركين من الخلف من طرف واحد يقابلون المشركين لأن المشركين كانوا ثلاثة آلاف والمسلمون كانوا ألف وعدة المشركين كانت في غزوة أحد أكثر زين هناك ثغر وضع على هذا الثغر خمسين واحد من الرماة لكي لا يتمكن المشركون من الهجوم من الخلف زين الجبهة تكون من طرف واحد التخطيط الحربي كان دقيق وصحيح، ولو كان هؤلاء الرماة يلتزمون بأوامر الرسول صلى الله عليه واله ما كانت تحصل هزيمة بعد أن انتصروا في الجولة الأولى من غزوة أحد. لكن بعد الانتصار في الجولة الأولى وهزيمة المشركين اجتمع المسلمون الذين كانوا في ساحة المعركة لجمع الغنائم فأكثر الرماة خالفوا أمر الرسول. ونزلوا من على الثاغر من جبل الرماة لكي يشاركون سائر المسلمين في الغنيمة زين فالمشركون هجموا من الخلف والذين انهزم من المشركين من الأمام رجعوا فصاروا المسلمون في حصار محاصرة زين خالفوا مرة أخرى انهزموا مع أن الرسول كان يدعوهم للبقاء والثبات فإذا صارت هزيمة في الجولة الثانية هذه بسبب مخالفتهم لأمر الله والرسول مو بسبب عدم صحة تخطيط الرسول والعياذ بالله لا تخطيطه صحيح مئة في المئة. كذلك بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما دام كانوا ملتزمين بأوامره النصر لهم كان في معركة الجمل النصر لهم في معركة صفين كان النصر لهم كاد مالك الأشتر أن يصل إلى خيمة معاوية ومعاوية ركب على الفرس حتى ينهزم كما يرويه ابن أبي الحديد في, تفس... في شرح نهج البلاغة لكن انخدعوا بخدعة رفع القرائين على الرماح وحددوا أمير المؤمنين بالقاتل إذا لا يوقف الحرب وأمير المؤمنين قال لهم ان هذه خدعه وهؤلاء لو كانوا يريدون تحكيم كتاب الله قبل بدء القتال كانوا يحكمون قبل ان يقتل الاف مؤلفه من الناس الان اللي في لحظه الهزيمه يريدون يحكمون كتاب الله سبحانه وتعالى لكن هؤلاء ما افادهم عشرين الف واحد جردوا سيوفهم وارادوا قتل امير المؤمنين فاضطر ان يوقف القتال وكما قال في نهج البلاغه: ولكن افسدتم رايي بالعصيان، يعني رايي هو صائب، لو كنتم تعملون برايي كنتم تصلون الى النتيجه المرجوه، لكن حينما عصيتم لم تصلوا الى النتيجه المرجوه، فاداره الامام هي اداره للعباد والبلاد بافضل الطرق، فعلما هو عالم لا يجهل. إدارة وراع لا ينكل، ثم معدن القدس والطهارة، أو معدن العلم القدس والطهارة، المعدن شنو هو؟ المعدن المكان الذي هو تحت الأرض عادة ويستخرج منه العناصر التي يحتاجها الإنسان كالحديد والنحاس. والنافط وما إلى ذلك هذا المعدن قد ينفذ وقد لا ينفذ أنت عندما تأتي إلى الإمام الإمام معدن القدس والطهارة القدس شنو هو؟ يعني شدة الطهارة يعني مبرأ من العيوب أيضا مبرأ من الذنوب القدس يعني من العيوب لا عيب في خلقه ولا في خلقه وكذلك طاهر مطهر لا ذنب له انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهو معدن للقدس والطهاره، لذلك انت اذا شفت الانبياء ومن بعدهم الائمه والكلام في الائمه لا عيب في اجسامهم ولا عيب في اخلاقهم لا في خلق ولا في خلق. ولا يرتكبون الذنوب اطلاقا حتى الذنوب الصغيره بل حتى لا يرتكبون المكروهات هسه البعض من العلماء يقول انه يرتكبون خلاف الاولى يعني هو مو مكروه لكن كان الافضل له ان لا يرتكب لكن الوالد رضوان الله تعالى عليه في بعض كتبه ايضا يقول حتى ترك الاولى لا يفعلونه وإنما هناك أوامر إرشادية وهذه الأوامر الإرشادية لا يجب الالتزام بها بل لا يستحب حتى وإنما بيان للنتيجة يعني يا آدم أنت ما دام لم تأكل من هذه الشجرة توجد المصلحة في بقائك في الجنة لكن إذا أكلت من هذه الشجرة لا مصلحة في بقائك في الجنة لازم تنتقل إلى مكان آخر ذلك المكان الاخر هو الارض الذي خُلقت لها اني جاعل في الارض خليفه وحتى لو ما كان ياكل من تلك الشجره بعد فتره الله سبحانه وتعالى كان ينقله الى الارض لانه قال اني جاعل في الارض خليفه فهذا ارشاد له اذا تريد تبقى في هذه الجنه فلا تاكل واذا ما تريد تبقى فاكل ليس نهيا تحريميا لانه ينافي العصمه خلاف النهي التحريمي وحتى ليس نهيا تنزيهيا يعني عمل وليس بمكروه بل وليس بترك الاولى وهذا تفصيله ان شاء الله في المستقبل سنبينه على كل حال معدن القدس والطهاره والنسك والزهاده النسك بمعنى صفاء النفس وخلوصها اصل كلمه النسك بمعنى العباده والطاعه وحتى النسيكه يطلق على الذبيحه التي تهدى في منى سميت نسيكه من هذا الباب وباعتبار الهدي الذي يذبح او ينحر في منى كل مناسك الحج سميت مناسك الإمام منبع للعبادة منبع للزهد الزهد شنو هو عدم تعلق القلب بالدنيا البعض يتصور أن الزهد بمعنى أنه الإنسان لا يملك شيئا يكون كالفقراء كلا الزهد أن لا يملكك شيء ليس الزهد أن لا تملك شيئا وإنما الزهد أن لا يملكك شيء يمكن سليمان على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ملك عظيم جدا لا ينبغي لأحد من بعدي الله سخر له الريح الطيور الجن رقعة مملكة وسيعة جدا كان ملكا ونبيا يعني جمع بين الأمرين الملك والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما زين سليمان كان زاهد، يعني شنو؟ يعني قلبه لم تتعلق بهذه الدنيا ولذلك لم يرتكب معصية يمكن واحد يكون عنده المليارات لكن قلبه غير متعلق بها يمكن يستفيد منها، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لكن قلبه غير متعلق بها لذا يدفع حقوق الناس ما يأكل حقوق الناس ليش لأنه قلبه مو متعلق بهذه الأموال يدفع حقوق الله سبحانه وتعالى من الخمس والزكاة وسائر الحقوق الواجبة لأن قلبه مو متعلق بهذه الأموال يتصدق بالصدقة المستحبة يتبرع للمشاريع الدينية يساعد الفقراء المحتاجين وهكذا هذا الزاهد على رغم أنه يمتلك المليارات وتشوف واحد لا يمتلك لا يملك من الدنيا شيئا إلا أفرض مثلا ثوب وقلبه متعلق بهذا الثوب هذا ليس بزاهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام كان من أزهد الزهاد بل ازهد الزهاد بعد رسول الله صلى الله عليه واله. مع انه اموال شخصيه كانت عنده كثيره جدا، لان فتره اقصائه عن السلطه اشتغل بالزراعه، باحياء الاراضي، بشق العيون، فشكل ثروه كبيره جدا، لكن كان يتصدق بها كلها. وكان يأكل خبز الشعير واللبن والزهد المعروف عن أمير المؤمنين قلبه غير متعلق بهذه الأموال التي بكد يمينه وعرق جبينه صنعه ومثل كثير من السياسيين اللي من أموال الناس يصنعون مجدا ماليا لهم ولذريتهم لا بكد يمينه وعرق جبينه وكثير منها أوقفها أيضا وروايات أوقاف أمير المؤمنين متعددة مذكورة لذا يقول والنسك والنسك والزهاده يعني معدن النسك والزهاده والعلم والعباده معدن للعلم هو عالم في المقطع الاول قال عالم لا يجهل الشيء الثاني هو معدن يعني يفيض ويفيض على الاخرين علما امير المؤمنين كان على المنبر يقول سلوني قبل ان تفقدوني، واذا كان يسأل كان يجيب. والعباده ايضا يعلم الناس العباده بعبادته، بوعظه، بارشاده، بقوله بفعله يعلم الناس العباده. زين مخصوص بدعوه الرسول، الدعوه بكسر الدال. الراغب الاصفهاني في مفرداته يقول الدعوه ادعاء النسبة ادعاء النسب من الذي يقول أنا من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله أكو أحد غير الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أولاد الذكور ماتوا وهم صغار الطيب والطاهر والقاسم هؤلاء ثلاثة طبعا اكو كلام ان الطيب والطاهر هما شخص واحد له اسمان لقبان لكن المشهور ان الطيب والطاهر والقاسم هؤلاء ماتوا في مكة ابناء خديجة حتى ان ذلك الرجل العاص بن وائل والد عمر بن عمرو بن العاص قال انه ابتر فنزلت الآية ان شانئك هو الابتر لذا انقطع نسبه العاص بن وائل لا ذرية له. عمرو بن العاص ألحق به، ومع ذلك عمرو بن العاص عنده ولدان ولولديه وليس لولديه ذرية، انقطع نسله. لكن الآن ترى ذرية الرسول صلى الله عليه واله ملأت شرق الأرض وغربها. زين هؤلاء الثلاثة من خديجة. الرابع إبراهيم ابن ماريا القبطية. زين ماريا قبطية. وولدت ولدا للرسول صلى الله عليه واله فهذا اثار حسد وغيره الكثيرين فلذا اتهموها فنزلت ايات الافك ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم وبعد ذلك توفي ابراهيم هسه ليش توفي اكو كلام انه قتل بالسم. على كل حال اولاد الرسول الذكور ماتوا صغارا. بنات الرسول صلى الله عليه واله ليس لهن ذريه الا فاطمه سلام الله عليها. الحسن والحسين وزينب وام كلثوم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. فكانت ذرية الرسول صلى الله عليه وآله من فاطمة من الذي يدعي النسب للرسول؟ هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام لا أحد آخر يدعي النسب مخصوص بدعوة الرسول طبعا يمكن أن نقرأ هذا بفتح الدال مخصوص بدعوة الرسول يعني بدعاء الرسول الرسول دعا لهم أدعية خاصة كما في يوم الغدير اللهم انصر من نصره واخذل من خذله وهكذا وهلم جره ونسل المطهرة البتول فقط في أولاد فاطمة يعني بعد الإمام علي بن أبي طالب الأئمة ليسوا في سائر أبناء علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يعني إجوا الكيسانية ادعوا أن محمداً ابن الحنفية يعني محمد ابن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والدته كانت خولة الحنفية ادعوا إمامته ادعاؤهم باطل ونسل المطهرة البتول الحسن والحسين وذريتهما الإمام الحسن ثم الإمام الحسين ثم الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. وزين العابدين تزوج فاطمة بنت الحسن، فالإمام الباقر هو ابن للإمام الحسين وابن للإمام الحسن من طرف الأب ابن علي بن الحسين ومن طرف الأم ابن فاطمة بنت الحسن، فمن الإمام الباقر أيضا اجتمع نسب الإمام الحسن والإمام الحسين في الأئمة من الإمام الباقر إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا مغمز فيه في نسب هل هناك إشكال على نسبهم نحن نعتقد ودلت الأدلة الصحيحة أنه من الأئمة ومن الرسول إلى آدم سواء من طرف الآباء أم من طرف الأمهات لا يوجد عهر ولا زنا ولا نسب غير صحيح الله سبحانه وتعالى شرفهم بأن جعل نسبهم سواء من طرف الآباء أو من طرف الأمهات إلى آدم كله نسل طاهر مطهر وعدنا دليل أنه آباء الرسول هؤلاء أيضا كانوا مؤمنين طبعا اباء الامهات قد لا يكونون مؤمنين لكن اشراف في نسبهم يعني مثلا اجداد الامام زين العابدين من طرف الام الاكاسره الاكاسره لم يكونوا مسلمين لم يكونوا مؤمنين لكن كانوا اشراف لا مغمز في نسبهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والدته نرجس حفيدة قيصر فأجداد الإمام من طرف الأم القياصرة، هؤلاء كانوا أشراف، صحيح كانوا كفار لكن كانوا أشراف، فقط آباء الآباء إلى آدم كلهم حسب الدليل مؤمنون، آباء الأمهات هؤلاء كانوا أشراف لا مغمز في نسبهم لكن قد يكونوا كفار. وليس نقصا في واحد ان يكون اجداد كفار لكن نقص فيه اذا كان في اجداده سفاح او عدم صحه النسب لذلك امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في رسالته الجوابيه لمعاويه يغمز عليه ويقول وليس اللصيق كالصريح اللصيق ليس كالصريح اشارة إلى أن أمية كان ولد بالتبني لعبد الشمس، عبد الشمس أخو هاشم. بنو أمية جدهم أمية، أمية مو الابن النسبي لعبد الشمس، وإنما عبد رومي تبناه عبد الشمس أخو هاشم. فليس اللصيق كالصريح، لصيق، لصق بالنسب، لأن بين العرب كان مسألة التبني موجودة. إلى أن ألغاها الإسلام لا مغمز فيه في نسب ولا يدانيه ذو حسب الحسب شنو هو؟ يعني ما يحسب للإنسان من المكارم لذا سمي حسب النسب أمر غير اختياري أنت أبوك منه جدك منه آبائك أمهاتك منو هم هذا مو باختيارك لكن حسبك باختيارك واحد كريم يحسب له واحد عالم يحسب له واحد له فضائل يحسب له طبعا أيضا قد يكون حسب الآباء ذاك موجود لكن حسب الإنسان في كثير منا باختيار الإنسان لا مغمز فيه في نسب ولا يدانيه ذو حسب فإذا الإمام مجمع للفضائل سواء فضائل مادية أو فضائل معنوية سواء في شخصه سواء في نسبه لا يوجد فيه مغمز مكان يغمز عليه يشار عليه بالنقص بالعيب ثم للحديث تتم إن شاء الله سنذكره في حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين